أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني جدا أن ألتقي معكم في هذه الندوة العلمية المباركة بعنوان الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة، آملا أن نكون نحن جميعا على خير وصحة وعافية. سيكون مدار حديثي في هذه الندوة عن التطبيقات المعاصرة لمصارف الزكاة، وهذه المصارف التي ذكرت في القرآن الكريم في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بداية، إن الإسلام لم يفرض الزكاة على المسلمين عبثاً، وإنما كان ذلك لأهميته البالغة في حيوية الاقتصاد ونشاته وتكافل المجتمع وتضامنه. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الناس متفاوتين في الأرزاق والقدرات، قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. قال القرطبي رحمه الله: فالله سبحانه وتعالى خص بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه عليهم، وجعل شكر ذلك منهم إخراج سهم يؤدونه إلى من؟ قال القرطبي رحمه الله: خص الله سبحانه وتعالى بعض الناس دون بعض نعمة منه سبحانه وتعالى، وجعل شكر ذلك منه إخراج سهم يؤدونه إلى من لا مال له، نيابة عنه سبحانه وتعالى فيما ضمنه بقوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله سبحانه وتعالى ضمن لكل دابة في الأرض رزقه، فما أمره سبحانه وتعالى الأغنياء من إخراج سهم من أموالهم يؤدونه إلى من لا مال له أو من الفقراء والمساكين، هذا هو المقصود في هذه الآية. أيها الإخوة، ليس المهم أن تجمع المال فقط، فالأهم في موضوع الزكاة أن نعرف كيف تصرف أموال الزكاة، وكيف نضع هذه الأموال في موضعها الصحيح. لذا دعونا الآن نتأمل أنا وإياكم في التطبيقات المعاصرة لمصارف الزكاة، لكن دون تدخل على اختلافات الفقهاء في هذه المصارف الثمانية. نحن قلنا ثمانية لأنها مذكورة في الآية. وللحديث عن هذه التطبيقات، هناك أسئلة تطرح أو نطرحها أمامكم. السؤال الأول: هل يجوز إعطاء الزكاة لطلبة العلم؟ وهل يجوز صرف الزكاة لبناء بيت أو شراء بيت للفقراء والمساكين؟ أم هل يجوز إعطاء الزكاة
لمساعدة الفقراء المتقدمين على الزواج أو صرفها لعلاج الفقراء والمساكين؟ هل يجوز استخدام أموال الزكاة لبناء مشروعات اقتصادية للفقراء والمساكين؟ وهل يجوز إعطاء أو صرف الزكاة لرجال الأعمال الذين ركبت عليهم الديون؟ هل يجوز للجمعيات الخيرية استخدام جزء أو جزءاً من حصيلة الزكاة لمصروفاتها الإدارية؟ هل يجوز صرف الزكاة في بناء مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد أو المهتدين الجدد أو إنشاء مراكز لتكوين العلماء؟ هل يجوز إعطاء الزكاة لرجال البر والإحسان الذين يعملون في مجال الخدمات الإنسانية أو الدعوة والإغاثة؟ هل يجوز إعطاء الزكاة للمغتربين عن أوطانهم إذا أرادوا العودة إلى بلدانهم ولم يجدوا ما يوصلهم إليها؟ برأيكم ما هي الإجابات؟ للحديث عن هذا ممكن يأخذ كل الوقت، لكن الإجابة عن هذه تكون مختصرة حول هذه المصارف. أنتم لما نسمع مصارف الزكاة أو تطبيقات المعاصرة، هل يعني ذلك أننا نأتي بمصرف جديد غير مذكورة في الآية؟ هذا جوابه لا يمكن ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى حصر هذه المصارف الثمانية، وكلكم تعرفون حديث الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى خصها لثمانية أصناف، إن كنت منهم أعطيتك منها أي سهمك منه. ما هي هذه المصارف؟ المصرف الأول الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين. وللحديث عن هذا المصرف سيكون الكلام بين الفقير والمسكين، الفرق بين الفقير والمسكين، لكن مثل ما قدمت في المقدمة دون تدخل في اختلافات الفقهاء الطويلة. كذلك أيضا ما نصيب الفقراء والمساكين من الزكاة؟ المسألة الثالثة، ما هي التطبيقات المعاصرة لمصرفي الفقراء والمساكين؟ هي إذن المسائل ثلاثة: الفرق بين الفقير والمسكين، نصيب الفقراء والمساكين، والتطبيقات المعاصرة لهذا المصرف. المسألة الأولى الفقير والمسكين. خلاصته، مهما تباينت أقوال الفقهاء في التفريق بين الفقير والمسكين، هذه الأقوال الإمام الخرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أوصل الأقوال إلى تسعة، لكن الذي يهم في هذه المداخلة أن كل منهما اسم ينبئ عن الحاجة، يعني كلاهما الفقير والمسكين كلاهما بحاجة، سواء كان حاجة الفقير أشد أو كان حاجة المسكين أشد، وكلاهما تحل له الصدقة. أنا هذا الذي يهم في المداخلة، الأقوال هل الفقير الذي لا يملك يعني كسب ولا مال،
أو أنه يملك كسبا ومالا لكن لا يبلغ حاجته مثل ما فسر بعض الفقهاء، يعني قال أن الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب، أو أن الفقير له مال وله كسب لكن لا يبلغ محل حاجته. مثلا هو عنده 10,000 درهم لكن حاجته 30,000، قالوا هذا فقير دون تدخل في هذه التفاصيل. لذلك قال أحد الفقهاء المالكية ليس مقصودا طلب التفريق بين الفقير والمسكين، فلا تضيع زمانك في هذه المعاني فإن التحقيق فيه قليل، ما الفرق بين هذا وهذا، والكلام فيه عناء إذا كان من غير التحصيل، إذ كلاهما تحل له الصدقة وصدقا إلا لريبة، بمعنى وصدقا في الدعاء أنه فقير أو مسكين إلا لريبة أو شك. هذا هو الفرق بين الفقير والمسكين. ونصيبهم بعد البحث إن الفقير والمسكين الذي يعطى من الزكاة هو الذي لا يستطيع الكسب أو كان كسبه قليلا. وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ومرة سوي بكسر الميم وتشديد الراء أي قوة، مرة قوة وسوي يعني الشخص مستقيم الخلقة كما قاله الجوهري، والمراد استواء الأعضاء وسلامته. إذا كان شخص مستوي الأعضاء سليم معافى قوي يستطيع أن يكسب قد لا يعد فقيرا، فلا تعطى الصدقة التي مقصود به الزكاة الذي في معرض حديثنا الآن. والفقهاء قالوا أن الفقير والمسكين يعطيان من الزكاة ما يكمل لهما كفايتهما من النفقة حولا كاملا، والمعتبر كفايته هو وكفاية من يمونه يعني عائل أسرته، بماذا؟ من الأكل والشرب والسكن والكسوة والإعفاف بالزواج، إن لم يستطع الزواج إلا بأخذه الزكاة فإنه يعطى ما يكفيه للمهر ولو كان كثيرا لكن من غير إسراف، هكذا ضبطه الفقهاء. إذن هم يعطى حضر الكفاية. ندخل الآن في التطبيقات المعاصرة لمصرف الزكاة لمصرفي الفقراء والمساكين. التطبيقات هي كثيرة ومتعددة، لكن قسمناها إلى عدة جوانب. عندنا تطبيقات لمصرفي الفقراء والمساكين في الجانب العلمي، وعندنا تطبيقات لمصرفي الفقراء والمساكين في الجانب الاقتصادي، مثلا عندنا تطبيقات في الجانب الاجتماعي، وعندنا تطبيقات اقتصادية في الجانب الصحي. إذا مررت بالنقطة في مداخلة ممكن تداخل، ما عندي فيه. إذا أحدكم يريد مداخلة، لأن هاي مداخلة فهي ندوة مداخلة، أنا أعطي بس ما عندي، ممكن يكون عندكم أشياء أكثر مما هو موجود عندي. إذن هذه هي جوانب من جوانب التطبيقات المعاصرة لمصرفي الفقراء والمساكين. نبدأ الآن في الجانب العلمي. الجانب العلمي كذلك لا نستطيع أن نحصر كل التطبيقات الموجودة فيه، لكن نذكر جانب الذي نعتبره أهم أو مهم جدا، وهو صرف الزكاة
في دفع قيمة التكاليف الدراسية للطلبة الفقراء. هنا بين قوسين أحيانا سأذكر بعض التطبيقات أو بعض المشاريع الخيرية الموجود، بس أخذت في الجمعيات موجودة كثير، لكن أخذت نموذج صندوق الزكاة الإماراتي لأنه عنده مشاريع كثيرة موجودة يعني ضمن التطبيقات، يعني هي هذا التطبيق موجود والمشروع كذلك موجود. إذن من التطبيقات المعاصرة لمصرفي الفقراء والمساكين في الجانب العلمي هو دفع قيمة التكاليف الدراسية للطلبة ذوي الدخل المحدود وهم الفقراء، وهذا أجازه العلماء. وفي ذلك يقول شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: ويعطى طالب العلم الشرعي الفقير لشراء كتب يحتاجها. وهذا كان في مار الحديث عن مصارف الزكاة أو سئل عنه ذلك. وألحق بعض المعاصرين بالعلم الشرعي سائر العلوم النافعة، يعني مثلا عندي طالب نجيب يعني مجتهد، ورأيت فيه بأنه إذا أدخلته كلية الهندسة أو أي أو طب سينفع المسلمين في علمه وينفع المجتمع، وهو فقير ومسكين بحاجة نساعده في دفع قيمة تكاليف الدراسة. لذلك قال ألحق علي البعض العلماء في ذلك، والتفاصيل المذكور، لأن كلاهما سواء كان طالب علم الشرعي أو طالب علم الصحي وما إلى ذلك فإنه ينفع المجتمع. وكذلك إذا طلب العلم بالنسبة لطالب الشرعي وطالب العلوم النافعة كذلك لهما فرض كفاية إذا وجد من يقوم بها ساقط اسمه عن الباقي. هذا الجانب أخذته من جانب العلمي، لكن في أشياء كثيرة في الجانب العلمي من العلماء، منهم من قال إنشاء مراكز بحثية لبحث، يعني إنشاء مراكز بحثية في البحوث العلمية التي تنفع المجتمع كذلك. وفي هذا الجانب الذي نذكره الآن في دفع قيمة التكاليف، في أطلق صندوق الزكاة الإماراتي عنده مصرفين، عنده مشروع رب وقل ربي زدني علما، هذا لطلبة الجامعات، وعندهم كذلك مشروع اقرأ وهذا لطلبة المدارس، يعني كلاهما تطبيقان لمصرف الفقراء والمساكين في التطبيق المعاصر الذي هو دفع قيمة الرسوم الدراسية، لأن كثير من الطلبة يجدون مشكلة في هذه، يعني تجد طالب مجتهد ممتاز جدا لكنه لا يستطيع يواصل دراسته لأنه ما عنده قدرة في مواصلة الدراسة. وهذا موجود في الجمعيات مطبق بكثرة الحمد لله بالعالمين. عندنا كذلك الجانب الثاني من جوانب تطبيقات معاصرة لمصرف الفقراء والمساكين في الجانب الاقتصادي. وفي الجانب الاقتصادي أجاز جمع من العلماء المعاصرين في دفع صرف الزكاة شراء آلات وأدوات الصناعة الصغيرة لبناء مشروعات اقتصادية للعاطلين من الفئات التي تدخل في مصرف الفقراء والمساكين. في عدة فئات في المجتمع تدخل في هذا المصرف، من هذه الفئات عندك النساء الفقيرات، لكن هذه تحترف عندهن حرفة عمل، يعني عند النساء الفقيرات محترفات الصنعة والتي لا تستطيعن الخروج في البيت لكن تستطيعن العمل في البيت، فنشتري لهن آلات تساعدهن في ممارسة هذه الحرفة، وسنبين أثر ذلك في نهاية. كذلك عندنا الشاب الفقير أو الخريج الجديد، أنا عندك طالب خريج جديد لكن عنده مشروع ممتاز جدا يخدم المجتمع لكن ما عنده سيولة أو ما عنده مصاريف لإنفاق هذا المشروع،
نساعده في ذلك لأن هذا المشروع يخدم المجتمع، لكن كذلك مع وضع ضوابط وشروط لمساعدة هذا الطالب الفقير أو الخريج الجدد الذي له مشروع، تضع ضوابط معينة بشرط مثلا إذا مشروع ناجح عند في جزء معين أو في مبلغ معين ترجعه إلى الكذا إلى المصرف الذي أخذت منه، يعني أخذ مصرف الفقراء والمساكين، إذا مشروع ناجح ممكن يرجع جزء من المبلغ حسب ما الشروط تدعون. كذلك عندنا الفقراء من أصحاب الهمم، نحن لا نقول ذوي الاحتياجات، لا نقول المعاقين ولا لا، ذوي الهمم اللي عندهم هم يعني يمارسون وتدريبهم على ممارسة حرفة معينة، وهذا له تطبيق. وكذلك أيضا عندنا مما يدخل في الفقراء من أصحاب الهمم وتدريبهم على الممارسة، كذلك يوجد له تطبيق لصندوق الزكاة الإماراتي الذي هو مشروع لأصحاب الهمم. رابعا عندنا كذلك السجناء في المؤسسات الإصلاحية، هذه كذلك ممكن يدخلون في الجانب الاقتصادي، ولتفعيل هذا الجانب الذي هو دفع الزكاة في شراء آلات الصناعة للفقراء والمساكين، هذا في عندك مشروع الأمل هذا لأصحاب الهمم عنده في صندوق الزكاة، وكذلك مشروع التواصل وهذا يهدف إلى رعاية أسر السجناء أثناء وجودهم في المؤسسة الإنقاذية، كذلك هذا تطبيق لصندوق الزكاة الإمارة. ومما يترتب على هذا الجانب، يعني أي جانب، هو صرف الزكاة في الجانب الاقتصادي، يترتب على هذا تحويل هؤلاء الفئة من طاقة عاطلة إلى قوة اقتصادية إنتاجية تستطيع بعد فترة بدلا أن يكون من الذين يأخذون الزكاة يتحول من أخذ الزكاة إلى إعطاء الزكاة. لكن هل هو هكذا؟ لك في ضوابط وشروط وضعها كذلك، أن يكون مشروع ناجح وأن يكون الخبراء يبين على أن هذا كذلك مشروع. هذا الجانب الثاني من جوانب تطبيقات المعاصرة لمصرفي الفقراء والمساكين. عندنا كذلك الجانب الاجتماعي، في هذا الجانب تتمثل في شراء أو بناء بيت للفقراء والمساكين، وذلك بأن يقوم مخرج الزكاة أو المؤسسة الخيرية بناء أو شراء مسكن من مال الزكاة يتم بعد تمليكه للفقير على أنه من الزكاة الواجبة، وهذا أجازه عدد من الفقهاء المعاصرين على جواز شراء أو بناء مسكن الفقير، لأن فإنه من أشد الحاجات التي يحتاج إلى الفقير هو حاجة السكن، يعني يحتاج إلى السكن الذي هو من ضروريات الحياة، لكن مع مراعاة ضوابطه الذي ذكرناه في البحث، ممكن بعد ذلك أثناء المداخلة نعطيكم هي الضوابط. كذلك أيضا من هذا الجانب، من هذا التطبيق، يمكن صرف الزكاة لتزويج الفقراء والمساكين، وهذا تطبيقات واسعة منتشرة كذلك موجودة، لكن من غير إسراف ولا يخرج كذلك عن التكاليف المعتادة لمثله. عندنا الجانب الرابع هو في الجانب الصحي، في الجانب الصحي، وذلك حيث اتجه بصرف الزكاة لعلاج الفقراء، وهذا اتجه إليه عدد من الفقهاء المعاصرين إلى أن المريض الذي لا يقدر على الكسب وليس عنده مال يغطي نفقات العلاج هذا من أهل الزكاة، بل هو أولى من غيره،
لأنه جمع بين أمرين، هو عاجز وفقير، فهو أولى أن يعطى من الزكاة من غيره. ولتطبيق هذا فقد أطلق صندوق الزكاة الإمارة مشروع أجر وعافية، أجر وعافية، وهذا يهدف إلى مد يد العون إلى المرضى المحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل تكاليف العلاج، وسعيا ذلك في تخفيف آلامهم ومحاولة إيجاد طرق لعلاج ما أصيب من أمراض، فتقوم الصندوق بالتقديم. فأنا أخذت نموذج صندوق الزكاة، لكن أعرف أن في الجمعيات كثيرة موجود عندهم هذا التطبيق، والذي هو صرف الزكاة لعلاج الفقراء والمساكين. هذا هو المصرف الأول أو الثاني، هو مصرفي الفقراء والمساكين. وقد بينا ما موجود فيه من تطبيقات معاصرة لهما، وقلنا كذلك الفرق بين الفقير والمسكين، أن الأقوال في ذلك كثيرة جدا، لكن قلنا أن كلاهما تحل له صدقة، وكلاهما من أهل الحاجة دون تدخل في التفاصيل. هذا واحد. اثنين، خلاصة لهذه، اثنين، قلنا كذلك أن الفقير الذي والمسكين اللذان يعطان الزكاة هو الذي لا يقدر على الكسب، أما إذا كان قوي ومستوي الأعضاء والخلقة ويستطيع الكسب هذا ليس من أهل الزكاة. عندنا الآن المصرف الثالث من المصارف المذكورة في الآية، وهو كذلك مصرف يعطى الزكاة بشكل مباشر. لماذا قلنا هذا؟ لأن المصارف الزكاة قسموا إلى قسمين، أربعة أضيف إليهم الملك باللام، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذه كل للام، والعاملين عليها والمؤلفة القلوب إلى آخر الآية. في يعني عندنا أصناف أربعة أضيف إليهم الزكاة باللام الذي يفيد على الملك، والأربعة الأخرى الذي بداية قوله وفي الرقاب إلى آخر آية، هذه في بمعنى يعني ظرفية، يعني ممكن يعطى هو مباشرة أو نأخذ المبلغ وندعه في مكان ما يستثمر فيه وينفق لهؤلاء الأصناف، لكن هؤلاء الأربعة يعطوا مباشرة بينهم. عندنا الآن العاملون على الزكاة، على الجمع الزكاة، والعاملون على الزكاة في عندنا عدة تعريف للعاملون على الزكاة، لكن نحن نأخذ التعريف الذي اتفق عليه أغلب الباحثين مثلا، وليس كلهم، هم الجهاز الإداري لجمع وتوزيع الزكاة، هم الجهاز الإداري لجمع وتوزيع الزكاة. لماذا الجهاز الإداري للجمع وتوزيع؟ لأننا من التطبيقات المعاصرة كذلك سنأتي كيف نوزعهم. هذا واحد. اثنين، أخذنا هذا أخذ من قول القرطبي، قال والعاملين عليها يعني السعاة والجبار الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك. فالعاملين على الزكاة ليس من عند، هذا دليل على أهمية الزكاة في المجتمع، على أن حتى الذي يقوم بجمع الزكاة ليس من عندي، وإنما لابد أن يكون بأمر من ولي الأمر، وليس أي شخص يقول أنا أعمل في جمع الزكاة، لكن لابد أن يكون مخول من ولي الأمر، لأن هذا من صلاحية ومهمة ولي الأمر، فلابد أن يكون مخول من ذلك بالتوكيل على ذلك كما قاله القرطبي. لكن ما الذي الآن يهمنا في هذا الجانب في التطبيق المعاصر؟ في التطبيق المعاصر للعاملين على الزكاة ممكن تقسيم هذا المصرف إلى إدارتين، وهذا هو الموجود والسائد في كثير من الجمعيات، حتى في الجمعيات جميعا، هو إدارة تحصيل وإدارة توزيع.
إدارة التحصيل يكون مهمتها إحصاء أموال المصرف الواجب أداؤها، وكذلك إحصاء من تجب عليهم الزكاة، كذلك إحصاء أنواع الأموال، وهذا مر معكم في الندوات القادمة أعتقد أمس الماضية، الأموال التي تجب فيها الزكاة والتطبيقات المعاصرة. كذلك أيضا من واجب ومهمات هذه الإدارة بيان المقادير الواجب دفعها وجمعه من أهله، كذلك والقيام على حفظ هذه المقادير أو هذه الأموال حتى يتم تسليمه إلى الإدارة الثانية التي هي إدارة التوزيع. لكن عندنا شيء جديد في التطبيقات المعاصرة الآن، في بعض المؤسسات تقوم بهذه المهمة وليست جمعيات خيرية وليست مؤسسات خيرية، إن مثلا البنوك الإسلامية، إن أغلب الجمعيات الآن عندهم اتفاق مع البنوك الإسلامية التي تقوم، أنت الآن في البنوك الإسلامية تقوم بهذه الأمور، كذلك شركات حوالات وشركات اتصالات، هل هذه تعتبر من العاملين عليها ويعطون سهم العاملين عليها ولا لا يعتبرون من ذلك؟ فهذا يرجع إلى بين العقد القائم بينهم وبين تلك الجمعيات المخولة في جمع الزكاة. ورد في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة مؤتمر إسلامي يدخل، يعني هذا بيان للذي يدخلون في العاملين عليها، يدخل في العاملين على الزكاة في التطبيق المعاصر المؤسسات والإدارات وما رافقها المنتدبة لتحصيل الزكاة من الأغنياء وتوزيعها أو توزيعها على الفقراء وفق الضوابط الشرعية، لأن ذكروا ضوابط كثيرة للفقهاء للعاملين على الجمع الزكاة وصرفها. إذن هذه هي إدارة تحصيل. عندنا إدارة ثانية التي هي إدارة توزيع، وهذه مهمتها توزيع الزكاة على المستحقين لها واختيار أفضل الطرق لمعرفة المستحقين، اختيار أفضل الطرق لمعرفة المستحقين وحصرهم كذلك، والتأكد هل هم من المستحقين ولا لا، وكذلك إذن معرفة مقدار حاجتهم، لأن من المستحقين من يكون كفايته يعطي حولا كاملا حتى ولو أغنى بعد ذلك لا نأخذ ما أعطيناه، لكن من المصارف منهم من يعطى حسب حاجته، فإذا استغنى نسترجع، ممكن نقول خلاص أنت استغنيت ارجع ما أعطيناه. إذن هم هذه مهمة، وكذلك إذن مبلغ كفايتهم ووضع الأسس السليمة لذلك وفقا لظروف الاجتماعي، لأن كل بلد معه ظروف، قد يكون الشخص غني هنا وفقير هنا، وقد يكون فقير هنا وغني هنا، فهذا حسب الظروف. نحن ذكرنا أنهم الشروط المذكورة، لأن ذكر الفقهاء أو الباحثين عدة الشروط للعاملين عليها، وهذه الشروط في نظري أنا الله أعلم في نظري البحث أن أهم هذه الشروط أن تكون العاملين عليها في هذه الإدارة وهي إدارة التوزيع أن يكون الشخص العامل فيه فقيه نفس كما يعبر الفقهاء، أن يكون فقيه نفس، وفقيه النفس في المصطلح المعاصر أن يكون لديه جزئية أو خلفية ولو مبسطة عن علم النفس، أن يكون علم النفس الاجتماعي أو يسمى أو يعرف لغة الجسد حتى يستطيع تفسير حركات الشخص الذي أمامه، هل هو مستحق ولا غير مستحق، هل هو صادق في كلامه ولا غير صادق، تمام؟
وهذا أخذ من مسمى وظيفتهم ما يسمى باحث اجتماعي. لذلك نقترح أو اقتراح للجمعيات الخيرية والكل والذين يعملون على جمع الزكاة وتوزيعها إقامة دورات تدريبية لموظفيها في هذا الجانب، ويخصص رسوم هذه الدورات من مصرف العاملين عليها، يعني إقامة دورات في لغة الجسر، في الدورات في مبادئ عن علم النفس الاجتماعي، حتى يكون الشخص قادر على تفسير الظواهر الذي يكون أمام الشخص الذي أمامه. عندنا نقطة كذلك مهمة يتعلق بالعاملين على الزكاة، لكن هي هل يحق لهم أن يأخذوا من الزكاة ولا لا يحق لهم أن يأخذوا من الزكاة؟ من الفتاوى المعاصرة لمصرف العاملين عليها، هذه فتوى نص الفرد، يجوز أن يعطى أو يجوز أن تعطى من الزكاة، يعني عاملين عليها تعطى من الزكاة رواتب الموظفين المتفرغين للعمل في صناديق الزكاة في المصارف الإسلامية أجرا على عملهم باعتباره من العاملين عليها، كما يجوز كذلك إعطاؤه مكافآت إضافية إذا كان لهم أجر آخر، يعني عندهم أجر غير من المصارف ممكن يعطوا مكافآت، وذلك بمقابل جهدهم الإضافي المخصص للعمل في صناديق الزكاة. وينبغي أن تكون هذه الأجور كذلك متلائمة بحيث لا تغطي المصارف الأساسية المقصودة بصفة جوهرية من جمع الزكاة، وأهمها سد حاجات الفقراء والمساكين أنهم الأول. وعلى هذا كذلك فإن من أهم، تذكرون الأسئلة التي ذكرناها، هل يجوز للجمعيات صرف جزء من المال لمصروفاتها الإدارية؟ السؤال كان هناك. الجواب، وعلى هذا فإن من أهم المجالات التي يصرف عليها من سهم العاملين عليها ما يستحقه العاملين من عن عملهم، واحد ولو كان أغنياء كذلك، نفقات تزويد مؤسسات الزكاة وإداراتها ما تحتاج إليه من أثاث وأدوات وغير ذلك. إن لم تكن هذه الأدوات يمكن توفيرها من مصادر أخرى، إذا أمكن توفير هذه الأدوات كراسي مثلا كمبيوترات أجهزة، إذا أمكن توفيرها من التبرعات والهبات لا يؤخذ من مصارف الزكاة، أما إذا لا يمكن توفيرها من الهبات والتبرعات ممكن نأخذها من مصرف العاملين عليها. هذا هو المصرف الثالث من المصارف والتطبيقات المعاصرة. ندخل الآن إلى المصرف الرابع وهو مؤلفة قلوبهم. يعني كم نسبة يا أخي؟ بس في تحديد معين من قبل إدارات معينة، جهات مختصة. أو أنا خلال بحثي ما شفت تحديد نسبة معينة، المهم قال يجوز لهم أن يأخذ بس بما لا يؤثر مع المصارف الأخرى، يعني أن يأخذوا بما لا يؤثر على المصارف الأخرى التي قدمناها للفقراء والمساكين وبقية المصارف. على واحد على ثمانية مجموع الحصص العاملين واحد على ثمانية، يعني على المبلغ كمية ثمانية. نعم، عندنا المصرف الرابع هم المؤلفة قلوبهم، هم الساده المطاعون في عشائر ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره
أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جباية الزكاة بمن لا يعطيها أو دفع الزكاة للمسلمين. هذا تعريف. لكن نحن الآن عندنا تطبيقات المعاصرة للمؤلفة قلوبهم، إيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد، وهذا ما جاء في قرار الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة مبينا أهم المجالات يصرف عليها هذا السهم. ومما جاء في النص في هذا القرار الثالثة، يعني في أول وثاني، لكن الذي يهمنا نحن هو هذا النص، إيجاد المؤسسات العلمية والاجتماعية لرعاية من دخل في دين الله سبحانه وتعالى، وتثبيت قلبه عن الإسلام، وكل ما يمكن يمكنه من إيجاد المناخ المناسب معنويا وماديا، يعني رعاية المحتاج من جميع النواحي. وهذا كذلك وجدنا له تطبيق، ومن المؤسسات التي تقوم بهذا دار الزايد للثقافة الإسلامية في دولة الإمارات المتحدة، فهي مؤسسة ثقافية إسلامية تهتم بتوفير العناية اللازمة للمسلمين الجدد وتقديم الرعاية الاجتماعية والأسرية لهم والتفعيل. كنت حددت وقت انتهى. والتوفير العناية اللازمة لهم وتقديم الرعاية الاجتماعية والأسرية لهم وتفعيل أسلوب التعايش السلمي. هذا مهم جدا، وخاصة في البلدان الأفريقية أو بلدان أخرى، الذين يدخلون في الإسلام مهتدين الجدد بحاجة إلى رعاية جدا، يعني هم بحاجة إلى الرعاية. يعني مثلا أخذ مبلغ من المال أو جزء من مصارف الزكاة ببناء، أنا حسب بحثي ما رأيته تطبيق، هذا التطبيق رأيته بس في الإمارات، لكن في بعض البلدان وخاصة في المناطق التي أعرفهم ما في تطبيق لهذا، وهم بأشد الحاجة من بناء مساجد أحيانا، قد يحتاجوا مركز لرعاية المسلمين الجدد أشد حاجة من المسجد. لماذا؟ لأن تجد أحيانا مسجدين في حيين متجاورين، ومع ذلك توجد أناس رغم أنهم مسلمين ما شاء الله كثير، لكن رغم أنهم تجد أناس يدخلون في الإسلام عندهم مشاكل، يعني لا تعلم إذا ما أخبرك إياه أنت ما تستعرف إياه. وأنا أقول هذا بناء على حديث، لأن يعني أجريت مقابلة بين أكثر منهم، يعني أقول عن علم، يعني سألت واحد منهم أسلم، يعني حتى الأكل ممكن أحيانا ممكن ما يستطيع يجده في بيته، يعني يطلع من البيت يؤجر من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان. فلو وجد مؤسسة مثل هذه المؤسسات تعطيهم رعاية كاملة، بنظر الله أعلم قد يكون إن أحسن من بناء يعني مسجد متجاورين في حي واحد. فهذا ما لا يجد له تطبيق. فإذا من التطبيقات معاصرة، فيا حبذا الجمعيات والمؤسسات الخيرية يعني يقتدون بهذه ويؤسسوا في البلدان الأخرى، لأن كثير منهم ممكن يسلم بشدة ما يجري من متعاون بشدة، قد يرجع إلى يعني يترك الإسلام ويرجع إلى الدين، وهذا حصل. يعني أنا أقوله عن علم، أنا أعرفه. ومن كما أطلق كذلك لهذا المشروع صندوق الزكاة الإماراتي عنده مشروع أمتي. هذا المشروع يستهدف المسلمين الجدد لما لوحظ من إقبال كثير من الجاليات غير المسلمة للدخول واعتناق الإسلام. هذه كان في 2010 تم إطلاق هذا المشروع. هو في عدة مشاريع ممكن تطلق في التطبيقات المعاصرة. كذلك أيضا عندنا المصرف الخامس على عجلة، لأن الوقت في الرقاب، والرقاب يراد به المكاتبون، وجاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي الرقاب يدخل فيه إغاثة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق رقاب، وهذه أقوال فيها. وهذا المصرف لا نطول فيه لأن لا يوجد تطبيق للعبيد الآن، فمصارف الرقاب تنتقل إلى
المصارف الأخرى، بقيت المصارف لأن ما في عبيد الآن خلاص. المصرف السادس عندنا الغارمين. الغارمين الغرم هو الدين. قال القرطبي هم الذين ركبت عليهم ديون ولا يجدون ما يفون به عهد الديون، يعني لا وفاء عندهم لهذه الديون. والقسم والفقهاء قسموا الغارمين إلى قسمين، وهذا وجدت له تطبيق جميل جدا في السودان أعتقد، فأنا حتى من السودان عندهم في بحثي عن موجود عندهم مصرف الغارمين، أعتقد في تطبيق جميل جدا عندهم، والبحث موجود على النت ممكن واحد يقرأه يستفيد كيف عملوا تطبيق لهذا المصرف. على كل الفقهاء قسموا هذا القسم إلى نوعين، قد يكون الشخص ركبا عليه الديون يعني استدان لمصلحة نفسه ممكن يكون، وقد يكون استدان لمصلحة الآخرين كذلك ممكن يكون. ندخل في التفصيل، يعني الشخص الذي يستدين لمصلحة نفسه ممكن يستدان يعني مثلا ما عنده ما يشتري به الثياب أو مثلا يشتري به الأدوات لوازم البيت استدان خلاص تمام. والصنف الذي أدان لمصلحة الآخرين الذي هو الذي استدان لإصلاح ذات البين بين الناس، أو الذين يعني تذكرون الأسئلة التي طرحناها رجال يعملون في البر والإغاثة ومساعدة الفقراء، من استدان لهذه الأمور أو لإصلاح ذات البين بين الناس كذلك هذا مستدان لمصلحة غيره. ومن التطبيقات المعاصرة حتى ندخل هذه التطبيقات، رجال البر والإحسان الذين يعملون في مجال الخدمات الاجتماعية والإغاثة، يعني عندما ينزلون في البلدان النائية يعني لعمل الاستغاثة ويترتب على ذلك الديون، فهل يمكنهم أن يأخذوا من الزكاة؟ أجاز لهم ذلك، وذلك أخذا من حديث الصحابي اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبيصة، قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاث. لذلك هذا الحديث لو الذين يروحون الجمعيات ويسألون وما لديهم حاجة لو عرفوا هذا الحديث كان، يعني لا تحل المسألة إلا لثلاث، منها رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني حتى يعني هو لا يستمر يسأل، لا يسأل بقدر ما ينهي هذه المشكلة وخلاص يمسك ولا يسأل. وهؤلاء الذين يعملون في مجال الخدمات الإنسانية مثلا خدمات إنسانية، خدمات تخدم المجتمع، خدمات إغاثة، يحق لهم أن يعطى جزء من الزكاة. والحمالة كما فسره الفقهاء هو ما يتحمل الإنسان وتلزمه ليدفع في إصلاح ذات البين. ومن من ذلك أن من استدان للمصالحة بين المتخاصمين أو استدان لمصلحة عامة المسلمين أو استدان ليقوم مشروع، يعني هو استدان لإقامة مشروع اجتماعي نافع، يعني استدان وبنى مثلا مشروع لأصحاب الهمم مثلا مشروع اجتماعي نافع وفجأة خلاص أفلس أو ما عنده فلوس وعنده ديون، ماذا نفعل؟ هو استدان لأمر مباح، وكذلك مصرف الاستدانة كذلك في مباح، يعني ما كان ما هو ما يعني مصرف الاستدانة ليس في مصرف محرم. مثلا لو استدان في بنوك ربوية مثلا استدان من شخص وعمله مباح نعطى، يعني وركب عليه الديون فلا وما وجد ما ينفق نعطيه من مصرف الغارمين. كذلك أو استدان لبناء مؤسسة للأيتام، استدان للعلاج الفقراء، أو استدان لإقامة مسجد أو مدرسة وما إلى ذلك من أعمال الخير، كل هذه تدخل في تطبيق المعاصر للغارمين. لكن الغارم الذي استدان لمصلحة غيره، وكذلك الغارم الذي استدان لمصلحة نفسه. ومن التطبيقات كذلك
المعاصرة رجل الأعمال، رجال الأعمال الذين أصابتهم مصائب وأزمات، خلاص هو كان رجل أعمال، نزل عليه نازلة أو أصابته أزمات، خلاص أفلس، نعطيه زكاة؟ نعطيه؟ ها؟ نعطيه؟ ها؟ أو هذا الذي كنا نريده لا نعطيه مطلقا، فنحن ننظر إلى النشاط، هل هو كان استدان رجل عمل نشاطه الأعمال التجارية غير الحلال؟ لا، لا يشترط أن يكون في غير معصية، في غير معصية، تمام، في غير معصية. لماذا نعطيه من هذا المصرف؟ لأننا إذا ما أعطيناه من هذا المصرف قد نكون سبب يروح يستدين لبنوك تجارية، صح؟ فبدلا أن نجعله مضطرا لأخذ الدين من بنوك تجارية يترتب عليه فوائد ربوية، نعطيه طالما أنه كان استدان لأمر مباح وعمله كان في شيء حلال ولم يكن في معصية. إذن لأن يترتب على ذلك أداء الجسم نعطيه الزكاة، وكذلك أيضا حتى لا نلجأ للتعامل بالربا. إذن رجال الأعمال الذين أصابتهم مصائب وترتب عليهم ديون، وهذه الديون تكاد تخرجهم من النشاط الاقتصادي، وخاصة إذا كان رجل أعمال مخلص وخدماته الاقتصادية تخدم المجتمع وأفلس، ونحن عرفنا أن هذه الأعمال كلها كانت تصب في مصلحة المجتمع وأعماله كلها حلال، خلاص نعطيه من مصارف الزكاة حتى ترجع إلى النشاط الاقتصادي، لأنه برجوعه إلى نشاطه الاقتصادي في فائدة للمجتمع. وهذا وجدت تطبيق له في صندوق الزكاة، بس ليس لرجال الأعمال، مصرف الغارمين، حتى لا يظن بأن هذا المشروع خلاص لرجال الأعمال، هذا المشروع خلاص، هذا فوجدته في صندوق الزكاة، وذلك بهدف تفريج كربة الغارمين الذين أوقعتهم ظروفهم في قبضة الديون ولم يتمكنوا من تسديدها، حيث إن هذه الفئة المتعثر بقضايا مالية يطلق عليهم غارمين، يعني ليس المقصود رجال الأعمال لكن يدخلون في الداخل. وعندنا كذلك من الفتاوى المتعلقة بالغارمين أو بشكل بالغارمين، إذا استدان إنسان مبلغاً مضطراً إليه لبناء بيت لسكنه، هذا استدان لمصلحة خاص، أو لشراء ملابس مناسبة، هذا مصلحة الخاص، أو لمن تلزمه نفقته، أي مصلحة خاصة، كأبيه ولأولاده وزوجته، أو سيارة بين قوسين يعمل بها وليس للترف فيه، عليها أن يعمل على هذه السيارة لينفق من كسبه، يعني هو استدان ليشتري سيارة لينفق على أهله، لا سمح الله ممكن حصل عطلت السيارة أو عنده مشكلة فنعطيه حتى يصير يرجع، هاي كل من تلزمه نفقته وليس عنده ما يسدد به الدين استحق أن يعطى من مال الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه. كذلك أما إذا كان استدان الضابط لشراء أرض تكون مصدر ثراء له، هو استدان ليشتري أرض بس ليكون بحيث إذا غلت أسعار خلاص أصبح غني مثلا، أو استدان ليشتري سيارة من قصد ماذا؟ السعة أو الترف، هذا لا يستحق من الزكاة. هذه فتوى اللجنة الدائمة من علماء المملكة العربية السعودية، فتوى اللجنة رقم 10/98. عندنا المصرف السابع قبل الأخير في سبيل الله، في سبيل الله نقول كما يقول ابن الأثير
في كتاب النهاية في غريب السبيل في الأصل هو الطريق، السبيل في الأصل هو الطريق. وسبيل الله لفظ عام، لأن هذا في سبيل الله كثر فيه اختلافات كثيرة، هل يحصر على ما جاء في فقه، لكن هو لفظ عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق الله سبحانه وتعالى أو طريق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأداء الفرائض النوافل التطوعات، إذا أطلق فهو في الغالب هذا في الجهاد، لكن لكثرة استعماله فقط صار محصور الجهاد، لكن يشمل أكثر من ذلك، يعني في سبيل الله يشمل كل أوجه البر والإحسان، هذا الذي رجحه أكثر العلماء، يشمل كل أوجه البر والإحسان، أوجه البر والإحسان هذا الذي رجحه كثير من الباحثين، وورد ذلك أيضا في قرار المجمع الفقه الإسلامي في الدورة الثامنة قوله الثاني، يعني كان يتحدث عن مصرف في سبيل الله، إن سبيل الله شامل عام لكل طرق الخير العامة، إلى قوله، وهذا الذي ذهب إليه أكثر الحاضرين الذين شاركوا في المجمع، لأن تعرف المجمع الفقه الإسلامي لما يجتمع كل واحد يكتب بحث ويناقش كل واحد يبين رأيه، لكن هذا رأي الذي ذهب إليه أكثر الحاضرين على أنه عام والشامل، لأن من العلماء من يحصره وجعله عام يكون أشمل. ومن التطبيقات المعاصرة لهذا المصرف، وهي مصرف في سبيل الله، إنشاء مراكز لتكوين العلماء. مثل في نموذج في هذا، مثل مركز الموطأ، هذا موجود في أبو ظبي، مركز الموطأ للدراسات والتعليم، هو مركز بحثي وتعليمي أنشئ في عام 2006 ليكون رافدا عمليا من روافد دولة الإمارات في سبيل أو في الدراسات والتعليم. يسعى هذا المركز إلى إثراء المعرفة الإسلامية وتعزيز البحث العلمي الرصين والمساهمة الجادة في تكوين كفاءات علمية مؤهلة لنشر قيم الإسلام السمحة. فنحن بحاجة إلى مثل هذه المراكز حتى نكون سدا مانيعا أمام الهجمات الجاية، مثلا يكون علماء تكوين، مركز لتكوين العلماء، إنشاء مركز تكوين العلماء. عندنا كذلك إلى إنشاء المؤسسات الخيرية والاجتماعية والتعليمية، إنشاء جامعات ذات تعليم مجاني وغير مثيل لذلك في الشارقة، موجود الجامعة القاسمية اللي فيها تعليم مجاني، وكذلك إنشاء مراكز لرعاية المراكز والمدارس والمستشفيات للأقليات الإسلامية التي تعيش في بلاد غير إسلامية، لأن قد يحتاجون مثلا مراكز تحفيظ القرآن لأبنائهم، وخاصة الجالية المسلمة كثيرة ويحتاج مراكز لتربية أبنائهم حفظ القرآن فلا يجدون. عندنا آخر مصرف وهو ابن السبيل، وهو المغترب عن وطنه وليس بيده ما يرجع إليه إلى بلده، وسمي بابن السبيل لأنه ملازم للطريق، إذ ليس هو في وطنه ليأوى إلى سكنه، وإنما هو ملازم للطريق. وهذا ما جاء في التفسير القرطبي في قول السبيل الطريق، ونسب المسافر إليه لملازمته إياها ومروره عليها، والمراد الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقره وماله. وهذا من التطبيقات، من عندنا الحجاج الذي مثلا راح الحج أو العمرة ولم يجد ما يرجع به إلى بلده مثلا، كذلك طلب العلم جاء ليطلب العلم وبعد ذلك ما تمكن من العودة أو ما عنده مبالغ للرجوع إلى بلده، فنعطيه من مصرف ابن السبيل في مصرف ابن السبيل لكي يصل إلى بلده وإن كان غنيا في بلده. وهذه هي جملة من التطبيقات المعاصرة. وختاما، هذه جولة سريعة ومختصرة في بعض التطبيقات المعاصرة
لمصارف الزكاة الثمانية التي وردت بالنص القرآني. قلنا بالنص القرآني لا نستطيع أن نأتي بمصرف جديد، غاية ما فيه ندندن قبل مصرف معين لنعطيه تطبيقا معاصرا. فأنتم تعرفون الآن قضايا معاصرة، تطبيقات معاصرة، فهذا دليل على حيوية الفقه الإسلامي ونشاطه ومسايرته للأحداث والتطورات. ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يدفعون الزكاة لمستحقيها لتحقيق آثارها، لأن الزكاة عند آثار بعدها الإيماني والاقتصادي. وفي مسك القتام أوجه الشكر لإدارة المنتدى الإسلامي بالشارقة لإتاحتهم لي الفرصة بمشاركة في هذه الندوة العلمية المباركة، سائلاً الله عز وجل أن يبارك فينا جميعاً ويبارك في جهودهم لخدمة العلم والعلماء وطلبة العلم في شارقة النور والعلم. حفظ الله حاكمها ولجميع حكام الإمارة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.